أحسن الله إليكم يا صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما صحة هذا الحديث إن خياركم عند الله من إذا رؤوا ذكر الله؟ والله هذا سمعته مر علي أكثر من مرة، لكن لم أطلع على درجته. وعلى كل حال أن أهل الإيمان فيهم خير كثير، وهم يذكرون بالله عز وجل. رؤيته ما هو المقصود مجرد رؤيته، لكن رؤية أفعالهم وتصرفاتهم وسماع أقوالهم تذكر بالله عز وجل. نعم.